تنص هذه الخطة على معايير وحالة كل مرحلة من مراحل الفتح، بما في ذلك موعد إعادة فتح المطاعم والحانات والنوادي الرياضية والأماكن العامة وتوفير التوجيهات لأرباب العمل، كما تضع طرق الحفاظ على التباعد الاجتماعي للموظفين وقياس درجة حرارة الجسم في مكان العمل وإجراء اختبار الفيروس وتعزيز أعمال الصحة والتطهير وغيرها. نعود إلى الحياة الاقتصادية على 3 مراحل تدريجيا، لا نفتح كل شيء مرة واحدة بل خطوة بعد خطوة. قال ترامب يوم الخميس إنه يمكن التفكير في فتح معظم المناطق في البلاد، وإن 29 ولاية تفكر فعلا في إعادة فتحها في الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن بعض الولايات التي تشهد حالات تفشي أقل خطورة وتلتزم بالمعايير يمكن أن تفتح غدا. وأشار ترامب إلى ضرورة الحفاظ على وضع التباعد الاجتماعي في حال لم يتمكن حاكم الولاية من بقاء عدد الحالات المؤكدة الجديدة في ولايته عند نطاق منخفض لمدة 14 يوما متتالية لتلبية الشروط الواردة في التوجيهات الإرشادية. علقت شبكة CNN الأمريكية أن ترامب قد أعلن سابقا أن لديه السلطة المطلقة للطلب من الولايات استئناف العمل، لكنه يسمح الآن لحكام الولايات أن يقرروا بأنفسهم، مما يعني أنه على الرغم من أن الحكومة الأمريكية حريصة على إعادة تشغيل الاقتصاد، لكنها أيضا مستعدة للتنصل من مسؤولياتها في صورة ارتفاع عدد الحالات المؤكدة مرة أخرى بسبب رفع الحجر الصارم. أكد كبير الخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي في المؤتمر الصحفي في نفس اليوم على أن إعادة الفتح لا تعني العودة إلى حالة طبيعية تماما، وأن أعمال مكافحة الوباء لم تنتهي بعد، فمن المهم الاستمرار في اتخاذ إجراءات لمنع انتشار الوباء إلى حين وجود لقاح. ووفقا لتقرير عن وكالة رويترز للأنباء، انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الخميس هذه الخطة ووصفتها بالغامضة وغير المتنسقة.